بلش بال 2020 في منتصف أزمة الكورونا بشهر رمضان تحديداً. الفكرة كانت إنه يعني كهواية أنا بحب شغل الباريستا والمشروبات الفرنسية والإيطالية، فطبعاً صعب جداً كان إنه أفتح كوفي شوب، فكان الفكرة إنه أعمل إشي متنقل في فكرة فان كلاسيكية، وبلشت في هذا المشروع. كان الوضع وقتها في أزمة الكورونا لأنه كانت بلدي مسكرة، فهذا الإشي ساعدني إنه الناس تعرفني أكثر، لأنه ما كان في فرص عند الناس تطلع تشتري هاي الأشياء إلا من عنا تقريباً في المنطقة اللي إحنا فيها. فانطلقنا في ذيك الفترة وصار لنا سنتين لحديت الآن، والحمد لله الأمور ماشية. الفكرة اجت انه جراز اسم مدينة نمساوية، هي اول مدينة صنعت الفان اللي احنا بنشتغل فيه من هذا الطراز. فاثناء بحثي عن السيارة لما كنت بدي اسمي، ما كنت بدي اسمي اسم تقليدي او الاسامي المعروفة، لقيت الاسم ملفت للانتباه فسميته بناء تيمنا في المدينة هاي. تصميم الكارافان احنا اشتغلنا مع شركة تصميم ودعاية اسمها سكريبل، هم اللي اشتغلوا لنا على عدة نماذج من التصميم، واخترت انا هذا الشكل بالالوان اللي فيه بالتصميم اللي انت شايفاه، على اساس يكون يجمع ما بين الاشي العصري والالوان القديمة اللي هم الفنتج بسموها، بحيث انه تلبق مع موديل السيارة القديمة. مكلفة لأنه إذا بدك تشتغليها بجودة عالية وبالتقنية اللي إحنا شغالين فيها مكلفة، يعني السقف اللي أنت شايفها بيفتح، هذا بيفتح على جكات هواء، هذا النظام لحاله بكلف. بتعرف السيارة قديمة بدك تعمل لها صيانة وبدك تجهزيها بحيث إنه تتحمل مشاوير وروحة وجينة، وتأسسيها داخلياً عشان تحط فيها المواكن تبعتك، تحط فيها تمديدات الكهرباء، تجعليها مثلا صالحة انه اذا نكب فيها مي، نكب فيها اي سوائل، مع الوقت ما تتآكل الجسم تبعها، فلازم يكون معزول ولازم يكون جاهز انه ينعمل فيه ادواء، يعني اكل وشرب، ويكون سهل تنظيفه بنفس الوقت، فهي الشغلات كلها بتكلف. احنا الحمد لله اليوم صار عندنا 2، في واحد في الفرع الرئيسي اللي احنا بلشنا فيه اللي هو في سطح مرحبا، اللي هو ما بين تراست، شركة تراست، ومتجر اي هاوس او سوبر ماركت فلفلة، بيفتح من الساعة 6 المساء ل 12 بالليل. والفرع الثاني بتنقل الصبح، بنوقف عند الشركات الخاصة، بحيث انه بنبلش دوام معاهم من الساعة 7 الصبح للساعة 12:30 فترة منتصف النهار. بعدين ببلش دوامنا في الفرع الثاني اللي هو في الطيرة، الشارع اللي هو في مطعم المطل، من الساعة برضو 6 تقريبا ل 12 بالليل. يعني فترة المساء ما بين الساعة 7 المساء للعشرة في الأيام الأسبوع العادية، وفي نهايات الأسبوع خميس على جمعة بتبلش من الساعة 9 المساء لل 12:30 واحدة تنتين، حسب برضو الجو بيلعب شوي دور. احنا المنيو تبعنا كتير كبير، احنا بتقدر تحكي احنا كوفي شوب عصري ولكن في سيارة صغيرة متنقلة، يعني جميع المشروبات الفرنسية والإيطالية السخنة والباردة احنا بنسويها، جميع مشروبات الصودا الإيطالية أو مشروبات الطاقة المخلوطة مع نكهات حسب اختيارك برضو احنا بنسويها. في عنا صنفين حلويات بسيطات، بنسوي دونتس مخبوزة مش مقلية، وبنسوي كمان ميني بانكيكس برضو مخبوزة. كل فرع فيه صنف من هاي الأصناف،
طبعا بالاضافه لجميع مشروبات القهوه الاساسيه اللي سواء كانت قهوه لحال او قهوه مخلوطه مع الحليب او مع النكهات الفرنسيه والايطاليه. يعني بتقدر تحكي احنا باريستا كامله متكامله ولكن في سياره متنقله زي ما انت شايفه. البلديات كان فيه برضه تحدي فيها، ما كان من السهولة إنك تأخذ موافقة من البلديات. بعدين صرنا نتواصل مع البلديات بشكل أكثر مع الهيئات المحلية بحيث إنه يدعموا مشاريع الشباب هاي، يصلحون إنه إحنا نوقف على الشارع. تعرف الشارع والرصيف هو ملك للبلدية، فعشان أنت توقفي لازم يكون في موافقة من البلدية على أساس إنه على القليل يسمحوا لنا نوقف. بعد فترة من التواصل والاجتماعات والحكي مع الأطراف المعنية يعني صارت الأمور أسهل شوي. بلدية رام الله مشكورة وفرت منطقة شارع القطان على أساس أنه إحنا نوقف هناك ضمن شروط معينة وضمن رسوم معينة، وحالياً عم بيجري تطوير الشارع في الأيام هاي. بلدية البيرة لسه شغالين على الموضوع، نزلوا هم أكشاك من فترة بالنسبة لبلدية البيرة خاصة للبلدية وضمنوهم، فشوي الموضوع مع بلدية البيرة أتوقع فيه تحدي أكثر شوي أو بده وقت بزيادة شوي، ولكن البلديات بشكل عام بتدعم. المواقف اللي نوعا ما بتكون طريفة مرات مع الزباين انه بيجوا بتوقعوا الاسعار تكون كتير منخفضة. هلا احنا اسعارنا منخفضة جدا عن اسعار الكوفي شوبات البراندز الكبيرة، ولكن نفس الوقت اسعارنا مش اسعار شعبية، يعني احنا ماخدين متوسط. ففي بعض الفئات من الناس لما بتيجي بتزورنا بتطلب بعض الاصناف، لما تسأل عن السعر وبتنصدم، وبنفس الوقت بتنصدم انه السعر بالنسبة لهم بيكون مرتفع، وبنفس الوقت في ناس كثير بتيجي تطلب اصناف تتفاجأ قديش السعر رخيص مقارنة بالجودة اللي احنا بنقدمها والنكهة الكاملة اللي احنا بنقدمها. فبتعرفي الناس تختلف، فهي هاي المواقف اللي اجمالا بتكون يعني احنا مرات بنستغربها. المواقف الطريفة اللي بقدر أحكي عنها وبتذكرها منيح في فترة الكورونا أثناء الحجر الصحي، كنا إحنا شغالين وكانت دوريات الأمن تعرف تتنقل بالشوارع بالأحياء وتحاول قدر الإمكان تمنع التجمعات. فإحنا مرة نكون فاتحين يكون في عنا هيك تجمعات لمجموعات، فدوريات الأمن تطلب منا أنه نسكر على أساس ما يكون في عنا تجمعات. فبالتفاهم هيك وبالأخذ والعطاء نقول لهم إنه إحنا تجمعاتنا في الهواء الطلق وما في عنا مكان مسكر وهيك. مرات قائد الدورية يتفهم ومرات يحكونا لا لازم تسكر، فنعمل حالنا سكرنا قدامه، وبعدين لما الدورية تمرق نعود نفتح كمان مرة بس نأكد على الناس ونشرط عليهم إنه ما يسوي تجمعات. فيعني هي كانت طريفة وبنفس الوقت في تحدي للظروف الصحية اللي كانت في هذاك الوقت، بس ما كانش قدامنا خيار إلا إنه نفتح لأنه هذا مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لنا. نصائح عامة بحب أحكيها للشباب. إحنا هلأ في عز فترة شبابنا، عز الشباب اللي إحنا بنعيشه هلأ. حلو الواحد إذا كان في عنده فكرة أو طموح لشغل معين أو بزنس معين انه يحاول ينمي هذا الموضوع، يعمل له هيك دراسه جدوى بسيطه يشوف اذا هو ملائم الوقت والظروف اللي احنا بنعيش فيها حاليا، يطور مشروعه يشتغل عليه، يحاول يجيب له تمويل ولو كان بسيط، لو كان مش كامل زي ما هو بده.